بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخوة زملاء الوزراء، أصحاب معالي السعادة الكرام، السادة الإعلاميين، السلام عليكم. في البداية أود أن أستغل هذه الفرصة وأقدم لكم تحيات قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياتها لمصر قيادة وشعبا لدوام النجاح والتقدم والازدهار والنمو. يسرني كذلك أن أهنئ وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات على توقيع هذا البروتوكول الهام، واللي يهدف إلى تقديم فرص تدريب وتأهيل كوادر مصرية في مجال تقنية المعلومات اللي بطبيعة الحال قد ازداد الطلب عليها وعلى خدماتها في مختلف المجالات. أود أن أؤكد من خلال هذا المنبر بأن قيادة وشعب دولة الإمارات حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم للمساهمة في تحقيق ما يطلب ويتمناه مصلحة الشعب والمواطن المصري الشقيق، ونبذل كل الجهود من خلال المبادرات المتعددة لإيصال كل ما يستحقه ويحتاجه المواطن المصري البسيط لتعزيز طاقته الإيجابية ولندعم روح الابتكار والإبداع لديه وللمساهمة من خلال هؤلاء المواطنين في تعزيز التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية. نحن في دولة الإمارات رزقنا بقيادة حكيمة رشيدة تبنت دائما استراتيجية الاستثمار المباشر في الدفاعات البشرية والدفاعات المواطنة. من خلال هذه التجارب في دولة الإمارات استفدنا العديد من الخبرات والدروس. نود من خلال هذه التجارب والدروس أن نقدمها لزملائنا وإخواننا هنا في جمهورية مصر العربية، ونطور من إمكانياتهم ونساهم في تأهيلهم للحصول على أفضل التدريب الممكن، وكذلك المساهمة في إيجاد فرص العمل وتوفير هذا المواطن المصري. بطبيعة الحال الاستثمار في الكادر البشري والمواطن المصري هو أولوية قصوى على أجندتنا هنا في مصر، ونعمل من خلال أجندة واضحة وصريحة مع زملائنا في جمهورية مصر العربية من خلال الحكومة بإيجاد كل ما هو متاح من فرص تدريب وفرص عمل لإخواننا وزملائنا هنا في جمهورية مصر. أنا أعتقد أن برنامج كهذا له أهمية خاصة وخاصة في الوقت الحالي. نحن اليوم نشوف طريق مهم جدا نصبه من خلاله إلى تعافي الاقتصاد المصري وتنشيط قطاعاته الإنتاجية المهمة اللي بيكون لها مساهمة مباشرة في تنمية الاقتصاد المصري المستدام. كذلك نعمل من خلال هذه المبادرات إلى إيجاد فرص، ننمي الكوادر المصرية من خلالها ونساهم في إيجاد فرص عمل تواكب طموحات الجيل المصري الشاب. مثل ما تعلمون يساهم هذا البرنامج في إيجاد فرص عمل للمواطن المصري من خلال تدريب 100,000 متدرب وباحث عن عمل. إلى الآن الحمد لله بمساهمة وجهود الأمانة الوزارات المعنية في جمهورية مصر العربية تم تدريب أكثر من 25,000 شخص، ومن هذا 25,000 شخص حصل اوريدي ما يقارب 10,000 مواطن مصري على فرص عمل، والباقي ان شاء الله ما زالوا في من خلال البروسيس الموجود سوف يجدون الى فرص عمل. نحن نعتبر هذا البرنامج له اولويه خاصه عندنا ضمن مبادرات دولة الامارات من خلال المكتب التنسيقي عديده وتمس كل القطاعات وشتى المجالات، ان هذه المبادره مهمه جدا لان من خلالها سوف يتم تدريب الكادر الوطني المصري وتاهيله وايجاد فرص عمل. نحن نتمنى ان تكون هذه مبادره من خلال المنصات
النقطة الأولى هي تدريب 100,000 وإيجاد فرص عملهم، وإن شاء الله بناء على النتائج اللي إحنا نرجوها بأن تكون إن شاء الله إيجابية سوف يتم خلق فرص ومبادرات أخرى لتدريب عدد أكبر وإيجاد فرص عمل أكثر لإخواننا المسلمين. أشكركم على تواجدكم وأتمنى لكم النجاح والتوفيق وكل سنة وأنتم طيبين.